هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة يجبر السلطات الكندية على إخلاء مدينة هاي ريفر من السكان. عناصر الإطفاء تحاول جاهدة إخماد الحرائق التي أتت على مساحة كبيرة من الغطاء الغابوي. وخشية تأجج الوضع بالبلاد، تم إجلاء ثلثي سكان الشمال الكندي والبالغ عددهم 41 ألف نسمة إلى المقاطعات المجاورة، كما تم نقل بعض السكان إلى مسافة تتجاوز 2000 كيلومتر بعيدا من مناطق سكنهم. وتشهد كندا هذا الصيف أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، تفاقمت حدته إثر جفاف يسود جزءا كبيرا من أراضيها وارتفاع في درجات الحرارة في شمال البلاد. المساحات المنكوبة تجاوزت هذا الأسبوع 15 مليون هكتار، أي ما يفوق مساحة اليونان بكثير.